الملف ديالنا تم الحكم فيه على ثلاثه ديال الاشخاص ديال الافراد. وحنا ما تقدموا هاد الناس بالشكايات الا بعد القاء القبض على المتهمين الاكثر من. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عصام السمري محامي الضحايا شركه ضحايا شركه سرقه شركه تحصيل سرقه السياره باسم القروض دائما. أن هو الملف اليوم كان معروض الملف الرئيسي والاساسي اللي فيه 8 ديال المتهمين في حاله اعتقال وثلاثه في حاله صراح. مجلس اليوم تاخر الاسبوع الجاي ان شاء الله اليوم الثلاث. الامس كان عندنا جوج ملفات. الملف الاول اللي هو المسطره المرجعيه ديال هاد الملفات كاملين كان فيه جوج ديال المتهمين صدرت في حقهم احكام من طرف الغرفه ديال الجرحي التلبس اعتقال بالإدانة في جميع التهم بين السرقة النصب ابتزاز تهديد. أربع سنوات مع تعويض قدروا درهم رمزي. طبعا الدرهم الرمزي احنا اللي طلبناه والأساس ديال التعويض دائما نعاود نذكر وأنه ماشي احنا في غنى أو أن الضحايا عندهم عفوا الطرف درهم رمزي كان تفاديا أننا لأن كاين هذا الملف اللي معروض اليوم هو اللي نأسسوا فيه المطالب المدنية تفاديا باش ندخلوا في واحد النقاش قانوني ديال اسبقيه التعويض وان الشخص لا يعوض مرتين. ارتئينا اننا نطلبوا بدرهم رمزي وعلى اساس غنطلبوا من الملف الرئيسي اللي فيه الممثل القانوني ديال شركه التحصيل اللي فيه تبارك الله الناس الرئيسيين المتهمين هو اللي غنطلبوا. بالنسبه لنا حنا وكاين واحد الملف اخر ديال واحد المتهم اللي تيدوز على الانفراد. هذوك الملفات البارح هما اللي كانوا فيهم احاله مباشره ما بين النيابه العامه للمحكم ما دازوش عن طريق التحقيق. المتهم الرئيسي الاخر خذ ثلاثه سنوات ايضا مع تعويض مدني لاحد الموظفين العموميين اللي تعرض للداس وتعويض قدروا يديرها رمزي اللي طلبنا للضحايا. بالنسبه حنا الاساس عندنا هو انه حنا الضرر كاين ديال الضحايا ضررنا مره واحده غنبقاو في هذا الملف الى اخر رام. انا قبل صرحت اللي قبل واخا نبقاو في هذا الملف 30 سنه انا عندي 31 سنه لا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول عمر عمر امتي 60 سنه 30 سنه ندوزها في هذا الملف هذا على واحد الغرور ديال واحد الناس بقى نقابلهم غير حياتي المهنيه ندوزها غير معاهم ماشي لان احنا الباب انه باش ان هاد الناس تباع السيارات ديالهم مسروقه في المزاد العلني وباقي ما باغيش تعوض هاد الناس ولا ما باغيش تجبر الضرر وتحمل المسؤوليه ديال شركه التحصيل هذا امر غير مقبول. حنا ديك الساعه موضوع حنا سنالي وغنشوفوا ديك الساعه في شي مساطر لاحقه ان شاء الله لان في الاصل هذه مسطره تمهيديه. الاساس هو انه حنا راه ضررنا مره واحده والضرر راه غنبقاو فيه ان شاء الله الى اخر ما قبلش نجبروا الضرر في اطار المسؤوليه الجنائيه للاشخاص المعنويه في اطار المسؤوليه الجنائيه للاشخاص الطبيعيه. حنا غير يشوف اللي متضرر اللي كان تيدخل 50 سياره وكيحطها في المزاد العلني اللي ولا كيحط خمسه ماشي حنا الضرر راه بسياره وحده مشات قدر الله وما شاء فعل. انت كمحامي يعني كيفاش قدرتي انك تدافع على 12 ضحيه في هذا الملف؟ دابا حاليا راه العدد غادي كيتزاد. انا قلت القضيه ديالي وانا دابا نحافظهم واحد بواحد. النقاش اللي كان البارح هو انه بحال مثلا هذه في طنجه واحد في الرباط المسطره الشخص من توضع المتهم الرئيسي في الحراسه النظريه عاد تقدموا الناس بالشكايات. ماده 44 من قانون المسطره الجنائيه اللي كتعطي اختصاص المحلي للوكيل المالي كتهضر على مكان اقامه المشتبه به او مكان ارتكاب الجريمه او مكان القاء القبض. مكان القاء القبض تتلقى عليهم القبض عاد تقدمنا بالشكايات يبقى اختصاص المحكمه الابتدائيه. نفس الامر للمحكمه اللي تعرض عليها هذا اول نقاش اللي ناقشنا البارح هو تار بانه الواقعه في طنجه الى اخره الواقعه في الرباط قلنا لهم 279 تتهضر على الاختصاص المحلي اللي من النظام العام في المسطره الجنائيه انه حنا ما تقدموا هاد الناس بالشكايات الا بعد القاء القبض على المتهمين الاكثر من ذلك. هما 70% ديال المتهمين الرئيسيين محل الاقامه ديالهم ما بين في مدينه سلا بالتالي غيبقى الاختصاص سلا والمحكمه راه قضت بالاختصاص ديالها وادانت المتهمين. واش غتستانفوا الدعوى؟ انا المحكمه عطاتني درهم رمزي ما عنديش الحق نستانفوا ولكن هذاك بقى الدعوى العموميه ديال النيابه العامه واش تستانف ولا ما تستانفش. بقى واحد المحامي ديال واحد المؤسسه اللي طلب تعويض واش غيستانف ودفاع المتهمين. انا ما غنستانفش لان ما عنديش الحق لان المحكمه استجابت للطلب ديالي وحنا شرحنا للمحكمه انه راه درهم رمزي لا يعني اننا راه حنا في غنى عن التعويض غير فقط باش نتفاداو اننا نطيحوا في واحد اسبقيه البت في التعويض وفي واحد المبادئ القانونيه ديال الشخص ما يتعوضش مرتين. سعينا اننا نخليو التعويض
في اطار الدعوه المدنيه التابعه في هذا الملف اللي معروض اليوم اللي تاخر الاسبوع المقبل ان شاء الله. ويبقى عندنا التعويض في واحد في المسؤوليه الجنائيه ديال واحد الشركات في اطار واحد الجوج ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحده اللي ربما غنمشي معها وديا في اطار مسؤوليه جنائيه الاشخاص. بالنسبه لي انا كنتيري الار سي هكا بدينا مع الممثل القانوني اللي طلع ليا في الار سي، راه هو اللي مسؤول جنائيا في التمثيل القانوني ديالو ديال الشركه ديال قرود. السلام عليكم، معكم ممثلة شركة ملك إيفنت من مدينة طنجة اللي كنت اللي غنية على التعريف. تقريبا المغرب كله ولا كيعرفني عبر المنابر الإعلامية ديالكم وعدة منابر إعلامية أخرى. البارح الملف ديالنا تم الحكم فيه على ثلاثة ديال الأشخاص ديال الأفراد اللي كانوا كيخدموا مع شركة تحصيل الديون بخروقات وبطريقة غير قانونية. وهاد الأشخاص واحد الشخص منهم كان الأخ ديالو خرج كيقول في حق الرد علينا بأن عنده ما يدلي بأن الأخ ديالو بارئ، وإضافة على هاد الشيء الدفاع ديالو كان كيصر على هيئة المحكمة الموقرة أن السيد بارئ براءة تامة، واحد كان كيلح بواحد الطريقه في الحقيقه حنا كنا مستعجبين مثل انواع هذا الدفاع اللي كيقول بان السيد المعتقل بارئ، الا انه هيئه المحكمه الموقره حكمت عليه بثلاث سنوات نافذه وشخصين اخرين اللي خداو حكم ديال اربع سنوات نافذه. وفيما يخص الجلسه ديال اليوم كانت عندنا مازال الجلسه ديال مع الرؤساء او مسيرين شركه تحصيل الديون ديال هو السيد المسير والسيد النائب عليه المساعد ديالو وبعض الاعوان اللي مازالين ما تمش الحكم عليهم. الجلسه ديال اليوم تاجلات لنهار 7 شهر 3 2023، وحنا الثقه ديالنا كامله في القضاء النزيه العادل المغربي، وجوست كمانتونو حسينا اننا خدينا واحد النصيب ديال 30% ديال الحق ديالنا في انتظار 70% اخرى اللي باقيه، مترجين من الله ومن هيئه المحكمه الموقره اللي من هذا المنبر كنوجهوا لها تحيه شكر وتقدير، وكذلك السيد الدفاع عصام صمري اللي كيأزرنا في جميع الجلسات وكيدافع علينا لانهم امن بالقضيه ديالنا. ما هذا الانسان هذا غنهضروا عليه بعفويه، ضامن معنا ومأزرنا ماشي على اتعاب. احنا يتبارك الله عشرات الضحايا مأزرنا واقف معنا، كاين بلي كنوقفوا في المحكمه داخل الجلسه وامام هيئه المحكمه الموقره كيكون كل متهم معتقل عند هيئه المحكمه معه اكثر من محامي، يعني كاينين 10 ديال المعتقلين او 13 معتقل، كل معتقل منهم كاين فيه معاه جوج محامين حتى ثلاثه ديال المحامون، ثلاثه المحامون ضربوا ثلاثه المحامون في 13 واحد، يعني هاد الناس هادو وحنا 10 ديال الضحايا او 13 ضحيه حتى حنا عندنا دفاع واحد اللي هو الاستاذ عصام صمري اللي توفق في واحد الظروف ديال عمل وبدل مجهود كبير معنا وتوفق انه يجيب لنا واحد النصيب من الحق ديالنا بطريقه قانونيه، تبعنا مساطير قانونيه، تبعنا البروسيدور المطلوبه، وديما ما كننساش الامن الوطني شرطه سلا طانا اللي كانت السباقه في فك خليات هذه العصابه الاجراميه ديال سرقه السيارات. وكنزيد ناكد للراي العام ان هاد الناس اللي تحكموا البارح بهاد الاحكام اللي كانت حنا بالنسبه لنا احكام عادله، احكام ناصفه في حق مجرمين اللي هما تعدوا علينا، خداونا السيارات ديالنا بدون وجه حق، مشينا التجئنا قصدنا القروض، الناس اللي عطاو شركه القروض اللي عطاتنا القروض قصدناهم، دقينا طرقنا الابواب ديالهم، طلبنا المسائل ديالنا قانونيه، ما طلبنا حتى شي حاجه، طلبنا ثلاثة الوثائق اللي طلعنا شخصيا لعند شركة القروض كنسميها وفا سلف ونعاود نسميها
وفسلف، طلعت لعندهم شخصيا وطلبت شهادة البيع، طلبت محضر البيع وطلبت الخبرة، الخبير اللي دار الخبرة للسيارة ديالي اللي تباعت في المزاد العلاني بثمن جد باهت، ما وصلتش حتى النص ديال الثمن الأصلي ديالها، واللي السيارة مسروقة تبت في حقها السيد اللي تحكم بثلاث سنوات أمس، تبت في حقه أنه شارك في سرقة السيارة والابتزاز والنصب والاحتيال، واعترف اعتراف تام أمام هيئة المحكمة الموقرة، ولكم جزيل الشكر من هذه المنابر الإعلامية اللي كتساندونا من أول ظهور خروج هذا الملف للرأي العام. وكان دائما كنختم التصريح ديالي بشعارنا واحد، وحنا مغاربه وكنفتخروا بتمغربيه ديالنا، الله الوطن الملك. وشكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.